في الوداد. احنا نتمناو لا عادل رمزي ولا اي مدرب ان شاء الله باش يكون ان شاء الله من بين الصفوف ديالنا. احنا عندنا واحد العدد ديال السيرات الذاتيه، انا تنقول لك الان، وان شاء الله في خلال هذا 48 ساعه غادي نكشفوا على المدرب اللي غيكون ان شاء الله في الوداد، والمدير الرياضي ان شاء الله اللي غادي يكون في الوداد في هذه الاربعه ايام المقبله باذن الله. اكيد التعاقدات مع وادي كل غير ستي وبكري الدراوي، يعني كيف كانت التعاقدات كذلك وكيف تم المواجهه على اي واحد غادي يكون فرحان وهو تيوقع في كشوفات نادي الوداد، لان راه نادي الوداد زعما ما خصش الانسان يكون تجي هاد المساله غريبه، والناس كل واحد كيطالب بشي سميات ولما لا، علاش لا؟ حنا تنقول لك بغينا بكل ثقه اننا نحاولوا، اللي كان الصعوبه شويه فين كتكون في الموارد الماليه، وكنمشيو على حساب الامكانيات ديالنا، ما نورطوش وما نغرقوش الفريق في ديون ونبداو نجيبوا شي حاجه اللي ما نقدوش عليها. راه فراس شرحت ما كتخلصش، تيقولوا الناصري ما خلصش الناس. وشكون اللي دارها؟ انا غادي نخلق واحد الاشكاليه ماديه وندير واحد الثغره اللي ما كتسدش، وفي الاخر غادي ما نرضاش على نفسي انا. انه راه شي داز 9 سنين، نقولوا راه الفريق غادي شاد الطياره وما عندوش باش يخلصها، الطريق راه مشى لواحد الفندق وحبسوه، قالوا لي ما عندكش راه رجع لك الشك ديالك، واحد اللاعب ما كيتخلصش راح تيقول راه كيمس بكرامتي انا قبل من النادي، لان انا اللي كنسير هذه الفلوس، النادي راه كاين وماتي له النادي بالمكونات ديالو كاملين ما يرضاش على راسو من هادشي، ولاش انا نعيشهم فيه؟ ما يمكنش. وخص كلشي يفهم بان راه داكشي اللي كنتمنى فوق الطموحات اللي كيسمعوا الناس ولا اللي تيقولوا. الطموح ديالي اكبر بكثير، انا ما كرهش يكون عندي مستشار كيعطيني واحد 20 مليار ونمشي نجيب كاع. المهم دابا الناس كيعتقدوا واش انا راه ربما بخيل، لا بالعكس، راه ما كاينش ريحه البخل هنا، انا راه حسن التصرف راه لما زدتش ما نقصاش، بالعكس. واش انا ما نبغيش في العهد ديالي تكونوا الارقام وندي الشامبيونز ليغ؟ شي واحد في اعتقاده انا بغيت ندخل على الشامبيونز ليغ وندخل على كاس العرش وندخل على، ما يمكنش. كون غير فكر شويه، ولكن ساهل الكلام باش تقول لي لا تضيعتي، راه هي راه ضاعت منا كاملين. ما كنديرش شي خزينه عندي، راه كنديرها كتحملها خزينه الوداد، واي لقب خديناه هذا راه انجاز ديال نادي الوداد بجميع مكوناته، ماشي بعبدو ربيه ولا المدرب ولا لاعب. هذه راه واحد الرياضه جماعيه، كيف كتلعب جماعه في رقعه الملعب كتلعب جماعه، لا في المدرجات ولا في مع المكونات دي كلهم اللي كيثقوا في النادي ديالهم. اكيد كانت الايام الماضيه شفنا العديد من التعاقدات تاع النصيري، واش مازال التعاقدات باقيين للجماهير الوداديه؟ حنا في مكان اماكن الخاص، والمدرب ان شاء الله اللي غنرتبط معه غادي يشوف اللي غادي يبدل. حنا مازال الحمد لله الميركاتو مفتوح حتى لتسعود تسعود 2023، مازال الميركاتو على بعد اكثر من شهر ونص، غادي نمشيو ان شاء الله باش نقوم بواحد العمل اللي غنمشيو نلعبوا كاس العرب، ونتمناو ان نتوفقوا في هذا، رغم اننا راه كيف كيعرف الجميع راه ما هيئناش ليها، لان نهايه السنه واللاعبين هو اخر السنه عندهم وخذوا غير 5 ايام، ومع ذلك رجعوا تيتريني وكاين العياء، كاين بزاف ديال الحجج، ولكن ماشي حجه، ولكن حنا اللي تنتمناو اننا نتوفقوا ونجيو شي نتيجه مهمه من السعوديه، ونجيو ونعطيو للاعبين واحد المده قصد ديال الراحه ديال واحد 5 ايام اخرى ولا 6 ايام، وتبدا مرحله الاستعداد للموسم المقبل باذن الله.